أو ده طلع صغير قوي يا استاذ حسن وبيسالني انت مواليد كام؟ طلعت يعني ده طلع اكبر من ابني بثلاث سنين مش كده؟ لا هو ابتدى صغير وابتدى يعني 21 سنه يروح الاهلي ده طبعا يتخض طبعا يتخض لما يخش النادي الاهلي طبعا لكن برافو هو واثق من نفسه ومهاراته اللي عنده بتخليه عنده الثقه دي واللعيب لما يبقى واثق من نفسه بيقدر يدي كتير ويعمل حاجات جميله جدا انا مش هقول المخيف ولا الحاجات دي انا هقول الممتع لان الناس بتستمتع بالاهداف بتاعته ربنا يخليك يا استاذ حسن والله كلامك ده على راسي ومبسوط جدا ان انت معايا في المداخله والله يا حبيبي ميرسي يا استاذ حسن انا بشكرك يا استاذ حسن دي وحضرتك بالصحه والسلامه ودي احسن نصيحه شكرا الناقد الرياضي الكبير استاذ حسن مستكاوي